شارك أطفال صم في مدينة رام الله بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة في دورة استمرت شهرا ليتعلموا رسم الكاريكاتير، واختار رسام الكاريكاتير محمد سباعنة طلابا من مدرسة محلية للأطفال الصم للمشاركة في الدورة، وذلك بناء على مهاراتهم الفنية. الهدف من من الورشه هي ليس فقط هدف فني، يعني هو في هدف تربوي، في كمان انك انت تعطي هذه الاطفال اداه للتعبير عن نفسهم ولغه جديده للحوار، فممكن تكون الورشه لكل طلاب المدرسه لاحقا، ممكن تكون لفئات اكبر من هذول الطلاب. التعامل مع اطفال من هاي الفئه اكيد مساله مش كثير سهله، يعني لانهم في احتياجات خاصه ولغتهم الخاصه. حتى انا بذكر في اول لقاء كان لي فيهم في اول ورشه، يعني دخلت على الصف كان كل الاطفال بيحكوا مع بعض وانا مش قادر افهم عليهم لحد ما اجت المترجمه، يعني كنت انا الوحيد الاصم في الصف. يعني بتقول انه هذا طفل بحب انه يقرا، بحب يتعلم، بس اليهود، بس هي مش محطه شيء عن اليهود، اليهود يعني مانعين التعليم، فهذا برمز لانه اليهود مانعين التعليم، انه كتاب مسكر ومقفول، انه ما في تعليم، فالطفل زعلان انه حابب يتعلم ومش قادر. هذا المعرض يعني رائع من حيث انه بيسلط الضوء على امكانيات موجوده عند الصم والبكم، بيقدروا من خلالها يخاطبوا المجتمع المحلي بطرق يعني متعددة، مثل الكاريكاتير اللي عم بنشوفه بهاي الزاوية من المعرض.